لا كل الفيديوهات اللي سبق عملتها بكفة وفيديو اليوم بكفة لوحده. جهزوا نفسكم أعصابكم ومشاعركم، أنتم على وشك تشوفوا أقوى تجربة في الحياة. أهلا كويس. الناس نوعين، نوع ما بيستحمل يشم ريحة السوشي ونوع بيموت على السوشي. انتوا اي نوع؟ انا من النوع الثاني بالقوة، ولهذا قررت اليوم اصنع اكبر حبة سوشي في العالم. نعم، اكبر حبة سوشي في العالم. ما سمعتوني منيح؟ اكبر حبة سوشي في العالم. قصدي احاول اصنع اكبر حبة سوشي في العالم. وبهذا الفيديو حنشوف هل حانجح، كيف حسويها، وكم حيكون وزنها. اذا حابين تشوفوا اجوبة كل هذه الاسئلة خليكم معايا. لا 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 لحظة، تعرفوا شو صار؟ انتوا بتعرفوا شو صار؟ وانا بصور هذا الفيديو حيغمى علي. وصلنا مليونين. شكرا 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 من اعماق قلبي لكل واحدة وواحد فيكم بياخدوا من وقتهم وبيشركوا وبيشجعوني. تعالوا اضمكم. وهذه المناسبة الكبيرة والعملاقة مثل فيديونا، قررت اسوي مسابقة او giveaway واربح ثلاثة منكم قيمة $100 من منتجات العناية بالبشرة الكورية المفضلة عندي من موقع ستايل كوريان. هذا موقع المفضل اللي انا احب اشتري منه سكين كير الكوري. طريقة الاشتراك في giveaway بتلاقوها تحت في صندوق الوصف. يب نكمل فيديونا. واولا خلونا نروح نشتري الاغراض اللي حنحتاجها. يلا بينا. السوشي له أنواع كثيرة، وأشهر ثلاثة أنواع هي نيجيري، واللي هو يعتبر أسهل واحد. النيجيري عبارة عن شريحة سمك بنحط تحتها أرز وبس. ماكي نوع المفضل، واللي هو أصعب من هذا. للماكي بنحط ورقة نوري، أرز، حشوة، بنلف، بنقطع، بوم. و سوشي AKA أصعب نوع فيهم. للسوشي بنحط ورقة نوري، أرز، بنقلب، حشوة، بنلف، بنقطع، بوم. لو أي شيف سوشي شافني حاليا بيكون انتحر الله يرحمه. الآن بشرفكم، إذا هذا اللي طلع معايا في الحجم الصغير، كيف متخيلة نفسي إني حسوي الحجم الكبير؟ أنا مين كاذب عليا؟ مستحيل، هذا ما يسمى بالورطة. تم صنع أكبر نيجيري في العالم بأمريكا. That's so big. من طرف طاقم طباخين محترفين، ووزنه كان 31 كيلو. This is 70 pounds. Did it. وتم صنع أكبر ماكي في اليابان من طرف شيف ياباني. ناغاكي هيرومو دي غوزايماسو. نيون دي انا ايتشيبان اوكي نا سوشي او تسوكوريماسو. ووزنه كان اوكسا وا توبار ماكي نو باي وا دايتاي 5 كيلو. 5 كيلو. وانا اليوم باذن الله في بيتنا حصنع اكبر سوشي في العالم. لحد الان بليز اضغطوا زر الاشتراك الاحمر تحت الفيديو وفعلوا جرس التنبيهات اللي جنبه الان بليز قبل ما تنسوا. كل ما شاركتوا وشجعتوني اكثر كل ما الفيديوهات حتصير ارهب. فاشتريت 10 اكياس من حجم كيلو واحد من ارز السوشي، واشتريت 6 من اكياس اوراق النوري او الطحالب، وكل كيس يحتوي على 10 ورقات، يعني عندنا 60 ورقة نوري. اشتريت ايضا 6 قنينات من خل الارز اللي بيحطوه مع السوشي، والسمك سلمون 2 كيلو، واشياء عشان نزين السوشي. اكبر مشتريات اكل في حياتي، وشعاري في هذا اليوم مثل شعاري في الحياة، كل ما اكبر كل ما احسن. اول خطوة
خطوة وأهم خطوة في صنع السوشي هي طبخ الأرز، فأنا حاليا لازمني أطبخ 10 كيلو من الأرز. الفكرة كانت هي أني أجيب أكبر طنجرة عندي وأطبخ شوية بشوية، لكني لما جيت أبحث عن أكبر طنجرة عندي أنتوا مش مستعدين، لقيت هذه الطنجرة يا جماعة تخيلوا حجمها، اول مرة حد يكون حلو لهذه الدرجة، والان عندي الامكانية اني اطبخ العشرة كيلو كلهم بطبخة واحدة. حد حلو مين؟ هذه الطنجرة كانت هي اسوأ شيء حصل في حياتي. غطاها لوحده ثقيل موية. بدأت استوعب الموضوع. مستحيل احملها لوحدي. الطنجرة مساحتها كبيرة جدا، فالحرارة ما وصلت لكل الطنجرة، والنتيجة الارز اللي في النص كان ينطبخ بسرعة واللي في الجوانب ضل ني، فانا اضطريت اني كل شوية افتح وازود مي واخلط، وهذا الشيء غلط جدا في أرز السوشي. طبخ هذا النوع من الأرز المفروض يأخذ 20 دقيقة ماكسيمم، أخذ معايا ساعات بسبب طنجرتنا الحلوة. والآن بعد ما أخيراً انطبخ الأرز خليته على جنب يبرد، وحجهز الصوص اللي بتنحط على أرز السوشي اللي هي بتكون مكونة من خل الأرز والملح والسكر. قنينة الخل زي هذه كانت ضل عندنا شهور، اليوم استخدمت 6. اوكي اعتقد السكر والملح ذابوا. يس. الان كل اللي فاضل لي اسويه هو اني اخلط خليط الخل مع الارز، لكن اذا كنتم مفكرين انه الامر بهذه السهوله واني حاجب كل بساطه واسكب خليط الخل على الارز واخلط، فانتم بتكونوا غلطانين. القاعده تقول ممنوع منعا باتا خلط الارز والخل مع بعض في اواني معدنيه، ولهذا السبب جبت اللي لازمني اسويه هو اني انقل كل الارز لهذا الوعاء. بسبب الكمية العملاقة صارت كل خطوة تاخذ معايا وقت ومجهود كبيرين جدا. خلي الأرز يرتاح وأرتاح أنا كمان ونكمل بكرة. The next day. وهون صار عندي كل مكونات السوشي اللي حاستخدمها اليوم، اللي هي الأرز الفاشل، الخيار، جزر، السلمون، أوراق النوري، والكافيار ممكن أستخدمه للتزيين. حرفيا ما عندي أدنى فكرة عن شو حسوي، كيف بشو حبلش. أنا حاليا مقبلة على مجهول كلي. أول تحدي واجهني هو هذه، صراحة راحت من بالي تماما وما فكرت بشو ممكن اعوضها الا وقت التصوير. انا طفيت الكاميرا شوية وركزت مع نفسي ولقيت انه الشيء الوحيد اللي ممكن استخدمه عشان اعوضها هو بلاستيك المطبخ. الآن صارت عندنا طبقة سميكة من البلاستيك فوق الطاولة. الخطوة الموالية صارت هي إني أفرش أوراق النوري فوق كل سطح الطاولة. بسم الله. المشكلة إني ما بعرف كيف ألصقهم مع بعض، أنا معتمدة على الأرز يلصقهم، إذا ما لصقهم لا شفتوني ولا شفتكم ولا حد أصلاً حاول يسوي أي تحدي. نفسي
انصدمت من حجم قاعدة السوشي اللي سويت. استخدمت 36 ورقة نوري. خايفة جدا اني ابلش احط الارز وتروح كل ورقة في مكان ويخرب كل شيء. بدأ أحط الأرز بالأول فوق خطوط التقاء الأوراق عشان أضمن إنهم التصقوا مع بعض قبل ما أكمل. صراحة لحد الآن الوضع جدا تحت السيطرة وصار عندي إحساس قوي إنه حأنجح. اتحمست وتفائلت جدا. ياريت آخر مرة تتحمسي وتتفائلي. خطتي نجحت وفعلا الطريقة اللي سويت خلت الأوراق تلتصق بشكل ممتاز مع بعض وصارت كأنها ورقة واحدة. الله على ريحة السوشي، مستحيل أموت على السوشي. كمية الأرز كفتني أغطي كل قاعدة السوشي، لكن بسبب شعارنا في الحياة كل ما أكبر كل ما أحسن أصريت أني أحط كل كمية الأرز اللي طبخت. شوفوا السمك طبقة الأرز. هذا سجاد، هذا سرير. تغيير في الخطة، مستحيل أغامر الآن وألف سرير الأرز، أكيد حيتقطع. قصدي هذه الحركة. الخطة باء، أصنع أكبر ناكي. والآن إجينا على أكثر مرحلة ممتعة وأسهل مرحلة اللي هي إنه نحط الحشوة. هذا السلمون ني، الخيار والجزر. المرحلة الحاسمة، مصيري حيتحدد الآن. قلبي بيضرب بسرعة، مهما شرحت مستحيل أوصلكم لأي درجة كنت مرعوبة. 1 2 أوميجا ثقيل. أنا حرفيا مش عارفة إيش بسوي. اللفة الأولى، أوميجا أصعب لحظة بحياتي. أوميجا ثقيل. اللفة الثانية، أوه ماي جاد صار كتير ثقيل. أوه ماي جاد جالس يتقطع. أوه ماي جاد، أوه لا جالس يتقطع. لازمني أنقذ الموقف. بسرعة أخذت أوراق نوري، بللتها شوي بالمي وحطيتها فوق الأماكن اللي تقطعت ومشى الحال. الترقيع ألف. وهذه لفتنا العملاقة، تقطيع لفة السوشي هي مرحلة صعبة جدا في الحجم العادي، فما بالك بالحجم العملاق. قررت اني بنفس تكنيك المي ألصق اوراق نوري زيادة فوق السوشي عشان اضمن انها ما تتقطع. هذا فرق الحجم بين السوشي العادي والعملاق. اخر خطوة ازينها بس شوية بالكافيار. سيداتي سادتي، بعد يومين متتابعة من العمل هذا اللي طلع معي. هي السوشية موجودة الحمد لله، ما تقطعت ما انفجرت ما انهدمت ما صار لها شيء، لكن بما انها ثقيلة جدا فالوزن خلاها كأنه تنزل شوية وما عادت مدورة مثل ما المفروض تكون. صراحة مش عارفة احدد اذا فشلت ولا نجحت، لكن اذا اخذنا بعين الاعتبار اني ما عندي معدات، ما عندي مطبخ كبير، ما عندي طاقم يساعدني، انسانة عادية جدا مثلي مثل كل واحد فيكم، وما حد ساعدني وسويت كل شيء لوحدي تماما، فانا فخورة بنفسي. انتوا شو رأيكم؟ سوشيتي حلوة. الان الساعة 8، قبل شوية كان اذان المغرب ولسه ما فطرت. بسم الله.
واو أموت على السوشي. الآن عندنا أكل لأسابيع مقبلة حرفيا، يمكن لآخر شهر رمضان. وبس حبيت أنوه إنه حناكل كل حبة أرز من هذا السوشي اللي سويت اليوم، أبدا ما حيضيع منه ولا شيء. مستحيل ننهي الفيديو بعد كل هذا التعب من دون ما نوزن السوشي ونشوف كم طلع وزنها. السوشي اللي صنعها الشيف الياباني اللي تعتبر اكبر ماكي في العالم وزنها كان 5 كيلو. مستعدين نشوف كم وزن سوشيتي؟ انا لفيتها ببلاستيك المطبخ عشان اوزنها براحتي وما تتقطع وما يصير معها شيء. اوب لا، اي 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 اي, اي. لا لا، 14.6 كيلوغرام، 14.5 كيلوغرام. واو، 3 مرات اكبر من سوشي الشيف الياباني. لا صحيح سوشيتو احسن من سوشيتي وانجح من سوشيتي، لكن سوشيتي اكبر من سوشيتو. اما بالنسبة للسوشية الحجم العادي فوزنها 34 جرام. 46 ألف 36. لا يا جماعة، سوشيتي 4055 مرة أكبر من السوشية العادية. هذه كانت من أحلى تجارب في حياتي، تحديت فيها نفسي وتعلمت منها كتير وأضفت فيها لسجل إنجازاتي. في سنة 2020 صنعت أكبر ماكي في العالم، لم يكن الأجمل لكنه كان الأكبر. ولو شوية بليز حطوا لايك، هذه الحركة ما بتكلفكم شيء وبتشجعني كتير. بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.